شنو انت شايف شيء جديد بينا بعد تبشرنا فيه بالنسبه للتبديل؟ والله شوف احدث يعني انا ما اقول الخشونه اللي هي يعانون منها اغلب الناس وش تقول حق الناس اللي نقول له روح الطبيب قلت لا يا معود خاف يقولوا لي فيك ما فيك كناس يخلي يوصل لمرحله اللي هو فعلا يحتاج يسوي عمليه ومو زينه يعني تبي شغل وايد مع انه كان بامكانه يسويها قبل. صحيح. شو تقول لهم؟ اقول لهم لا تنطر لان نتائج العمليه مثل ما تكلمنا عنها يعتمد على وضعيه العضلات وحاله الصحيه. فالواحد لما ينطر يصير عمره 70 80 وحاشه قلب وصار ما يمشي وصار عنده ضمور بالعضله وصار 10 سنين بالكرسي. هذا الضمور هذا الضمور مشكله يعني انت تعرف. وبعدين طبعا لما تصير ضمور ما تحرك معها شنو طبعا. سمنه طبعا. فتزيد من نسبه المضاعفات بعد العمليه. فانا اقول للمريض لا تستعجل ولا تنطر وايد يعني ولكن اذا انت شخصوك بخشونه حاده وقاعد تتالم ومو قادر تمشي نقول لك ترى تغيرت هذه العمليات ما صارت العمليات المرعبه الالام السهر لشهرين ما تتحرك الحمد لله يعني الحين المريض ممكن يطلع بنفس اليوم او بعد فتره وجيزه يرجع لحياته